سرانوس عمي والله وشو واحد حميدة هو شي مشكل واش المغاربه ديالنا اللي يشوفوه ولادك ولاد مشكل ما عنديش اشكاليه باش نزيد واحد النوطه سي عزام انسان زعما تنطق بديك الكلمه الاولانيه نتاع خوتي المغاربه عارف راه في الحزه عارف راه محتاج خوك المغربي راه محتاج اما باش يدير واحد الفيديو يقول خوتي المغاربه راني توحشتكم ما كاينش اللي يقولها ما كاينش اقول 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 غادي نطق بها وما تسناش يديرها عارفو راه محسوس ضرور داروا لي شي كارثة الله اعلم الله يحسن العون كل واحد ولكن باش نبقاو نقولوا خدنا المغاربه خدنا المغاربه راه بهذاك الشيء ولا بهذاك الشيء سوا يعاونوك سوا ما يعاونوكش خصهم يكونوا خوتك ويبقاو خوتك هشام اخويا هشام تحياتي وتبارك الله عليك سوا خوتك سوا داروك سوا ما داروك فاجي هنا زالي تيوقع لنا شي مشكل مع شي واحد تنقولوا المغاربه خايبين شتي حنا المغاربه مكل الخير وسالي جاوب عمر حتى تنقولوا خوتي المغاربه انا تاكي فهمتي فين المغاربه مكل الخير حنا المغاربه ماشي الخير فين ما كان شي حاجه حنا المغاربه هذا هو البلان السياسي ديما حنا من ديما تيسبونا ديما حنا راه الشرفاء حنا المغاربه اخويا راه الشرفاء اللهم لك الحمد اخويا وتحياتي تبارك الله عليكم كنحبكم بالله وانا الحمد لله حنا بنت هو بلاد السواسيه انا بلاد السواسيه وكامل هنا واحد العالم عالم قاوي اخويا الله يحفظنا ويسهل علينا حسناتنا الجميع خير اللهم انصرنا على القوم الظالمين يا ربي امين يا تحياتي اخوتي تبارك الله عليكم اي والله يسكت